عموما نبغى نتكلم عن النقطة اللي أنت ذكرتها أستاذ ماجد، وهي وزارة التعليم، أيضا مكتب العمل، الوظائف الحكومية والجهات المعنية، أنهم راح يفصلون أو راح يعني يتعرض الموظف للمساءلة القانونية بحيث ثبت أنه يتعاطى. فإيش رأيك في هذا الموضوع أو صحة هذه المعلومة؟ بصرف النظر عن صحة المعلومة، مجرد طرح الفكرة هو في حد ذاته نقطة إيجابية هامة جدا. نعم وهنا تدرك المؤسسة الحكومية المعنية بالموظف الحكومي، سواء كان مدني أو عسكري أو أمني، أنه لا يوجد تهاون أو تلاعب في هذا الملف. وبالتالي نحن أمام 2 مليون مواطن في مختلف قطاعات الدولة هم تحت هذا الاختبار. وهذه النقطة سواء كانت المعلومات صحيحة أو مجرد معلومات متداولة، لكن هي لابد أن تكون جزء من منظومة العلاج الدائم، لأنه لن يسمح لوجود هذه الفئة ضمن كيان. زي دائما المثل العام، تفاحة فاسدة تفسد صحيح. صندوق التفاح كله. نعم. وأيضا تشمل جميع الفئات العمرية. وبالتالي لما نتحدث عن الصحة، عن التعليم، وهم الرادار الإكس راي الكاشف لكل شرائح المجتمع، عندنا 7 مليون طالب تحت أعين وحراسة الأطباء والمدرسين، سواء كان في الجامعات أو في المدارس. وبالتالي هنا يجب أن يكون هناك أي ملاحظة يجب أن تؤدي إلى استيعابها بشكل فوري مقنن إيجابي، في روح تؤدي إلى حماية الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة، الطلبة في نفس الفصل والفصل في نفس صحيح المدرسة والمدرسة في قطاع التعليم، وبالتالي إلى الأسرة والبيت. وهنا يأتي تناغم. هنا يجب أن نستحضر بعض التوجيهات الشرعية بأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحيح اليوم ملكنا ولي عهدنا حفظهم الله مسؤولين عن هذه الرعية وقاموا بمسؤولياتهم كاملة. بقي احنا، انا رب الاسره، انا رب العمل، علي ان اقوم بواجبي صحيح تجاه من ارعاه واحميه واحافظ عليه. نعم وتكون المسائل بنوع من التجرد الايجابي، بمعنى انه لا اتستر على جريمه وبالتالي اكتشف نفسي مع الوقت اني نعم صرت في جريمه اكبر، لانه صح من يتستر على مدمن سيكتشف بعد فتره انه هذا المدمن ارتكب جريمه اكبر بسبب هذا الادمان، وبالتالي نعم تصير عنده بدل المصيبه مصيبتين. نعم وهنا يجب انه حقيقه دور الاعلام والتوعيه والثقافه والتثقيف والاستعداد من قبل الجهات الصحيه التعليميه ان تؤدي ادوارها المطلوبه صحيح في هذا الموضوع. صحيح